مشروع شباب من أجل حقوق الإنسان والحكم الرشيد، وخلال تنفيذه في عدد من القرى والتي تمثلت بالروم وجبع وبيت عنان ومخماس، لتأتي أيضا قرية بيت سوريك محطة لا تقل أهمية عن غيرها من القرى في المشروع. أما أطفال القرية فلهم نصيب من مشاكلها، فلا مكان يأوي لعبهم ويشكل لهم الأمان، ما أدى إلى اختيار أهالي القرية هناك أن تكون حملتهم مبادرة لعمل وإنشاء مكان يحتضن أطفال القرية فيه ليحافظ على طفولتهم. من خلال العمل التطوعي والورشات اللي كنا فيها والتدريبات اللي أخذناها وتواصلنا مع الأطفال، إحنا تأينا إلى أن يكون في منتزه في البلد وأن الأطفال من حقهم اللعب والترفيه وما ذلك. فالأطفال بدهم منتزه في البلد، إحنا بنعمل حملة عشان نأخذ توقيع أهل البلد على محافظة على المنتزه بالتعاون مع المجلس المحلي والمركز النسوي والنادي، فبدنا مساعدتكم إن نتوقع على الوثيقة هاي ونحافظ على المنتزه. عندي 4 أولاد و3 بنات، صدقا يوم بدي اروح انا على منتزه، اقرب منتزه علينا بعد حوالي 23-24 كيلو، فهذا مقرف جدا، يعني اقل طلعة بتكلفني 100 شيكل للمنتزه اقل طلعة. بالطبع مع المشروع كونه مشروع ريادي يعني وبينفع الاجيال الصغيره والناشئه يعني منيح. فانا مع المشروع بترتيب أولوياته، يعني إذا هو من الأولوية اللي بالذات للفئة عمرية معينة اللي بتقدر تستفيد منها وبنقدر من خلالها أننا ننمي قدراتهم ونحافظ عليهم ما يقعوا في الغلط أو في الانحراف، فبالتأكيد المشروع راح يكون ناجح. والله ممتازة، يعني ممتازة شيء كويس. مشروع حتفيد في شباب البلد؟ يعني من بضلوش الشوارع بطلعوا يعني بتنزهوا بنبسطوا شيء زي هذا، يعني بضل أفكارهم من كويسة يعني. المجلس البلدي هناك قام بتعاون كبير، حيث ساهم بنسبة 20% من الأراضي التي سيقام عليها المتنزه، بالإضافة إلى جمع تمويل خارجي لإكمال وتنفيذ المشروع.
نجح شباب متطوعو مشروع شباب من أجل حقوق الإنسان والحكم الرشيد في بلدة بيت سوريك بتعزيز مستوى الشفافية بين المجلس المحلي من جهة وأهل القرية من جهة أخرى، وذلك بالضغط على المجلس المحلي من أجل إقامة متنزه لهم لحقق احتياجاتهم المختلفة في الترفيه. لبرنامج علي صوتك، محمد القاضي.